رغم إعلان حزب الله اللبناني استهدافه قاعدة المراقبة الجوية في منطقة مارون شمال إسرائيل ب 62 صاروخاً، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن عدم وجود أي خطر على استمرارية العمل فيها. حزب الله كان قد أعلن استهداف إحدى أكبر قواعد المراقبة الإسرائيلية كرد أولي على اغتيال تل أبيب لنائب رئيس المكتب السياسي في حماس صالح العاروري بالضاحية الجنوبية لبيروت. لكن الجيش الإسرائيلي وفي بيان صحفي أكد بأن أضراراً لحقت بالقاعدة العسكرية، لكنه قام بعمل نسخة احتياطية لجميع الأنظمة فيها، لذا لا خطر على استمرار العمل بالقاعدة. ومنذ اندلاع الحرب في غزة يتبادل حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا، لكن مراقبين أكدوا بأن حجم الرد من التنظيم اللبناني لا ينسجم مع حجم تهديداته، وآخرها وعيد أمين عام حزب الله حسن نصر الله بعقاب إسرائيل على اغتيال العاروري، فكان الرد بقصف قاعدة ميرون التي ما زالت تعمل بحسب الجيش.